أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا oh.
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم.